أخبار المهرية باختصار. الحوثيون يطيحون بحكومة عبد العزيز بن حبتور غير المعترف بها تنفيذا لقرار زعيمهم عبد الملك الحوثي. الحكومة المشكلة من تحالف الحوثيين والمؤتمر كلفت بتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. هزتان أرضيتان شعر بها سكان في محافظة عدن ولحج وإب وتعز وأثارتا حالة من الخوف والهلع. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي رصدت الهزتان قبالة سواحل جيبوتي قرب منطقة باب المندب والسواحل اليمنية. وفد أممي من برنامج الأغذية العالمية يزور محافظة سقطرى للإطلاع على أوضاع الأرخبيل. الزيارة بحثت احتياجات المحافظة في القطاعة الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية والطرق والبنية التحتية. الشرطة الإسبانية تداهم مقر لجنة حكام كرة القدم في إطار تحقيق في مبالغ دفعها برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة. برشلونة وبعض من مسؤوليه اتهموا بالفساد وتزييف السجلات التجارية في قضية مدفوعات مالية مشبوهة. علماء بريطانيون يعتقدون أن اصطداما هائلا بين قمرين جليديين قد يكون السبب في تكوين حلقات كوكب زحل الغامضة. العلماء قالوا إن هذا الاصطدام حدث قبل مئات الملايين من السنين وتسبب بتراكم غبري حول الكوكب. إلى اللقاء باختصار آخر.